بالاول كنا بس بنفكر يعني بس يعني ابني لحاله، يمكن قلت كان في عندي شويه امل انه يكون عند صاحب هانا، بس لما عرفت انه في سته قبله مفقودين نار ولعت فيا. ابني مثل هالشباب يعني خلص كل هندسة ميكانيكية، كنت في الجامعة وقعد هنا وفش لقى فرص عمل في الشغل، وصار عمره 26 سنة وهو لا بيشتغل ولا هو عم مستقبل ولا إشي. حكى لي يما أنا بدي أسافر، كان هو يزند أسافر، أقول له لا بديش، أنا بتبلش عني. ابني من غزة من هنا محبوب، كل الشباب كل أصحابه بيحبوه، خدوم ومحبوب وبيخسر من جيبته ويخدم. يعني حتى لما كانت معه السيارة ويكون يصير فرح لواحد من أصحابه يجري معاه يعطل حاله طول النهار يجري على مع صاحبه بالفرح ويقفله لما يخلص العرس. حاليا بيشتغل يعني تسويق على النت، والتسويق على النت يعني تقريبا يعني 24 ساعة عنده الواي فاي شغال. أنا يوم السبت الساعة 11 بالليل اتصلت عليه، ابني فيش عنده نت، اتصلت على اخوه معاه في تركيا وابن عمه هناك عنده في تركيا وابن جيراننا في تركيا بنفس الشقه عايشين. صبح بفتح الجوال احمد لسه مش شايف رسائلي ولا شايف اتصالاتي، قلقت. رن لما رد علي اخوه، قلت له يما اخوك هيك بردش، لبقول لي تقلقيش، يمكن عند اصحابه، يمكن شيء، هو بالعاده ساعات بروح بنام عند اصحابه. قلت له بس بسكرش نت. بعدين اختفى، يعني ساعي هذا الكلام نزلوه 8:30، من حد ما نزلوه يعني حد ما مشي ابني انقطع عنده النت. بعد يحكي ابني مهجد قلبي، اول ولد في اولادي، نفسي كان افرح فيه، انا بعته يشتغل يصير معاه مدخل مصاري، انه يصير معاه حق ماهر عروسه نفرح فيه، نجوز نفرح فيه. قلنا بعتنا تركيا يا لي يما، كنت بالاول كنت قلقانة عليه ودائما اتصل عليه، امي لا ايش يما شوي، يعني نقول هذا يعني في دولة يعني ديمقراطية ودولة سياحية، ويعني مستحيل يصير فيها اشياء اللي تخوف يعني زي هيك. رسالتنا يعني للرئاسة اللي رضى الله، لحكومة غزة، للمكتب في تركيا، للسفارة، للقنصلية، للوالي، على امل على بس اسمع اعرف انه بس حيرزق، يطمن قلبي، هدي بالي بس يا رب، ويهدي جميع المفقودين يا رب، اهلهم يا رب، يطمن قلبهم عليهم. اخويا في تركيا يعني قطعنا الاتصال فيه يوم السبت الساعة 9 مساء. اخويا ما لهش يعني اي نشاطات يعني تقدر تقولي سياسية او اي شيء يعني بتعلق بالامن والامان الدولة والشغلات هذه. يعني اخويا في شغله بيشتغل بالتسويق الالكتروني، يعني شغله كله اغلب من البيت، طالع يتعشى عند صاحبه وطلع من عند صاحبه وروح على البيت. يعني في الطريق ابصر مين وقفه واخده، له تقريبا 3 سنوات في تركيا الا شويه، يعني اخويا ما عمروش في حياته يعني طفى نت او فقدنا اتصال معاه لمده يعني اكثر من سنه، من ساعتين ثلاثه. يعني خدناش بالامور كثير، كلمنا يعني اخوه غاد، قال يمكن جواله مطفي، يمكن الواي فاي مثلا مخلص عنده، وعنده بيشحن وبين. منشدتنا لكل واحد صاحب قرار، لكل زعيم سواء في تركيا سواء في فلسطين، انهم يعني يكثفوا من جهودهم في ايجاد، مش كمان اخويا، بجد اخويا كمان المفقودين اللي معاه جميعا.